بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا في اليوم الرابع من دورة الفيتامينات اللي يقيمها قسم تقنيات الصيدلة للفترة من 26 إلى الفترة من 22 إلى 26/10. المحاضر دكتور وجيه خاتشي. اليوم هو يوم الأربعاء، اليوم الرابع من الدورة، وتعرفون البارحة أخذنا الكيميكالي فيتامين كيميكالي كيميائية الفيتامينات اللي كانت هي تكملة لكيميائية الفيتامينات بالنسبة للفيتامينات الذائبة بالدهون. فأخذنا البارحة الفيتامينات الذائبة بالماء وابتدأنا بقسم من عدها، وقلنا اليوم إن شاء الله راح نكمل البقية، وأنا اليوم راح أكمل البقية بعد أن أمر على اللي أخذناهم البارحة وأعطي بعض الأهمية أو الوظائف المهمة اللي تقوم بها الفيتامينات. أبدي من البداية، أخذت الثيامين، حكيت عنه وشفنا تركيبه اللي هو ظاهر أمامكم بالشاشة، وقلنا هو فيتامين B1 وكانت له أهمية عديدة، ومن أهمها هو مهم للتفاعلات الأيضية اللي تتضمن تكسير الجلوكوز والأحماض الأمينية. بعد ذلك انتقلت إلى ثاني فيتامين وهو فيتامين B2 اللي هو الرايبوفلافين، وأيضا وضحت الصياغة وشفنا ما يحتوي على العديد من المجاميع الهيدروكسيل، وكان هذا الفيتامين مهم لإنتاج العديد من المواد ومهم بعمليات النمو والتكاثر الطبيعي. ثم انتقلت بعد ذلك إلى الفيتامين الثالث اللي هو فيتامين B6 اللي هو البيرودوكسين أو البيرودوكسال، وقلت أنه هو مهم جدا هذا الفيتامين، وخاصة في أيض البروتينات وفي صنع الهيموغلوبين والعديد من تنظيم العديد من الأنزيمات. أما الفيتامين الرابع اللي تناولته من فيتامينات اللي تكون ذائبة بالماء واللي حكيت عن تركيبه الكيميائي وهو النياسين اللي هو B3، وقلنا إنه هذا الفيتامين إذا قل راح يقل تركيز الNAD والNADP اللي هي مساعدات فيتامينية ومساعدة إنزيمية، نيكوتينامايد أدينين داينيكلوتايد ونيكوتينامايد أدينين داينيكلوتايد فوسفيت اللي موجودة بالكبد والعضلات، وقلنا إنه راح يقل مستواها ولكن يبقى مستواها طبيعي بالدم والقلب والكلى. وقلت المرض التقليدي هو البلاغرا اللي يصير بالجلد. ثم بعد ذلك خذت الفيتامين الخامس هو البانثونيك أسيد اللي هو فيتامين بي 5، وهذا الفيتامين مثل ما عرفت مهم جدا وين بتصنيع الكوإنزيم A، وقلنا الكو أي إنزيم هو essential ووسيط لجميع العدد كبير من التفاعلات
اللي تحت داخل الجسم، وهو مهم جدا. وهذا الفيتامين موجود بتراكيز عالية بالكبد وغدد الكبد والقلب والكلى. ثم بعد ذلك وصلت إلى البيوتين، البيوتين، والبيوتين هو أيضا كذلك يعرف بفيتامين بي 6 أو فيتامين H. وهذا الفيتامين قلنا به مجاميع عديدة، وخاصة من المجاميع المهمة مجموعة الكاربوكسيل اللي تربط الأمين مع مجموعة أمين باللايسين لبروتينات الإنزيمات، وهو مهم جدا. واستهلاك كمية كبيرة من بياض البيض تؤدي إلى تعطيل هذا الفيتامين مثل ما ذكرت البارحة. اليوم راح أحكي على الفيتامين السابع من ضمن الفيتامينات ذائبة بالماء ككيميائية، وهو فيتامين الفولات أو الحامض البوليك، بوليت أو حامض البوليك أو ما يعرف بالبوليك أسيد، وهو فيتامين بي 9. هذا الفيتامين تركيب الكيميائي واضح قدامكم، وقاعد نشوف هنا أيضا مجاميع كربوكسيل 2 كربونيل حلقات رئيسية ومجاميع أمين. هذا الفيتامين هو مشتق، أو البولات مشتقة من حامض البوليك، وله دور كبير في إتمام أو تكملة الإنزيمات اللي تنقل وحدات الكربون الأحادية بمختلف حالات الأكسدة، أي مالات الفورميل أو هيدروكسيميتيل، وفي تفاعلات النقل حتى تصل وحدات الكربون الأحادية إلى ذرة N اللي موجودة بحامض تترا هيدروفوليك. نقص الفوليك يؤدي عدم كفاية الإمدادات في الوجبة أو نتيجة سوء امتصاصه، يكشف عن تناقص تركيز حامض الفوليك في خلايا الدم الحمراء والبلازما، وهذا يؤدي إلى تغير في خلايا الدم. وهناك أن العيب الخلقي هو سبب تناقص في هذا الفيتامين. الفيتامين الثامن اللي راح أتناوله وهو فيتامين بي 12 أو الكوبال أمين. فيتامين بي 12 أو الكوبال أمين وهو انعزل واللي يسمى سيان أو كوبا أمين في 1948 من الشكل المستعمل كفيتامين اللي هو اللاكتيس، وهو متاح ومتوفر ويستخدم في تصنيع المواد البيولوجية. نلاحظ تركيبه جدا معقد، جدا معقد تركيبه. يوجد الكوبال أمين طبيعيا على شكل أدينوزيل كوبال أمين ومثيل كوبال أمين اللي يستبدل فيها مجموعة سيانو بمجموعة مثل. يشارك الكوبال أمين بتفاعلات ترتيب يتم فيها تبادل المواضع بين ذرة الهيدروجين ومجموعة الكيلو ومجموعة الأسيل. تلعب تفاعلات من هذا النمط دورة في أيض البكتيريا، وتفاعل إعادة ترتيبها بالثدييات والبكتيريا. يعتمد على فيتامين بي 12 وهو تحويل المالونيك إلى سكسينايل كو أي. نقص فيتامين بي 12 يؤدي إلى طرح مثل مالونيك بالإدرار، ويوجد تفاعل آخر هام يعتمد على الأدينوزيل كوبال أمين، وفي هذا التفاعل يتم إرجاع الفوسفات ريكو نيكوليزيد إلى مركبات ديوكسي، وهي كتل البناء في حامض ديوكسي ريبونيوكليك أسيد. يتشكل مثل كوبال أمين في مثيلية الهوموستيوسين إلى ميثيونين، ومنه إلى حامض المثل تترا هيدروفوليك في مرحلة متوسطة،
والإنزيم المسؤول هو مثيل ترانسفيريز المعتمد على الكوبر أمين. يمتص الكوبر أمين في الأمعاء بمساعدة البروتين السكري المعروف باسم العامل الجوهري الذي تخلفه أو تخلقه الخلايا الجدارية في المعدة، وينتج عن سوء الامتصاص العائد إلى عدم كفاية تكوين العامل الجوهري حدوث فقر الدم الخبيث. هاي أغلب الأشياء اللي تتعلق بهذا الفيتامين اللي هو فيتامين من فيتامينات الدائبة بالماء، والكلام هذا كله يعني نحكي على كيميائية هذا الفيتامين. آخر فيتامين أتناوله من فيتامين ككيميائيا فيتامينات الدائبة بالماء هي فيتامين سي، ويعرف كذلك فيتامين سي بالأسكوربيك أسيد، أسكوربيك عامل الأسكوربيك. يدخل الحامض في تفاعلات الهيدرالة، أي إضافة هيدروكسي، ونلاحظ بمجاميع هيدروكسي هواية، وتصنيع حيوي للجلاتيكول كاتيكول أمين أو هيدروكسي بلورين وستيرويدات القشرية، حيث تضاف مجموعة OH للموقع 8 و 11 من الهيدروكسي كورتيكو ستيرون اللي هو يكون منقوص الأكسجين. إضافة مجموعة OH للموقع 17 و8 من كورتيكوستيرون تجعل امتصاص فيتامين سي سهل ويتوزع بالجسم. أقصى تركيز له يكون بالغدة الكظرية والنخامية، 3% تطرح من فيتامين سي خارج الجسم، والتي نقدرها تقريبا من 20 إلى 50 ملغرام من وزن الجسم، وين بالأدرار. وفيتامين سي يعتبر ما يحدث زيادة بطرحه إلا عندما نتناول كميات عالية منه، ونقصه يؤدي إلى عديد من الأمراض. هذا بالنسبة لكيميائية هذا الفيتامين اللي هو أخير فيتامين من فيتامينات الذائبة بالماء والتي تناولتها. وهسه راح أعطي بعض الوظائف الكيميائية اللي أختم بها المحاضرة اللي هي المحاضرة الرابعة. فالوظائف الكيميائية الحياتية، فإن الفيتامينات تستخدم في تفاعلات متعددة، ومن هذه الوظائف تعتبر عوامل مساعدة في عملية الأيض، حيث تدخل بشكل متكرر في عملية تحويل وتحويل نشاط الإنزيمات، وتعتبر جزء لا يتجزأ من الإنزيمات الاصطناعية. من الوظائف الأخرى، الإنزيمات تعتبر إنزيمات مساعدة بعمليات الأيض، فالفيتامينات لها دور أيضي تلعب هذا الدور وتكون نشطة في ردود الأفعال الكيميائية الحيوية المعقدة. ومن التفاعلات المهمة التي تدخل بها هي التمثيل الغذائي وضمان استخدام المواد الغذائية الرئيسية حتى تنتج الطاقة والبروتينات والأحماض النووية. بعد ممكن أن تستخدم في التنظيم الوراثي أو الجيني، حيث تلعب دور في تنظيم وتحكم عملية الاستنساخ الجيني، حيث تكون كأصبع يرتبط بالدي ان اي وتنظم مستقبلات الهرمونات الستيرويدية. تعمل كذلك الفيتامينات كمضاد للأكسدة، حيث تتميز الفيتامينات بأنها أكثرها تكون متمتعة بخصائص أنتي أوكسيدنت. تؤثر كذلك على نمو الجنين ونمو الأطفال، فهي ضرورية للنمو والتطور، حيث يطور الجنين خلال نموه المواد الغذائية التي يمتصها باستخدام جينات وراثية من الوالدين، والأمر يتطلب وجود بعض الفيتامينات والمعادن بأوقات معينة. العناصر الغذائية المهمة اللي تسهل التفاعلات الكيميائية اللي موجودة بالعظام والجلد والعضلات، وإذا كان أكو نقص بهاي العناصر قد يصاب الطفل بمرض نقص ويؤدي إلى أضرار دائمية به. أختم الوظائف بأنه هي
مهمة للحفاظ على صحة البالغين، فمجرد أن يكتم النمو الإنسان تبقى الفيتامينات مغذيات أساسية تحافظ على الخلايا والأنسجة والأعضاء، وكما أنها تمكن الكائن من استخدام الطاقة التي يوفرها الطعام بكفاءة، وتساعد في معالجة البروتينات والكربوهيدرات والدهون اللازمة لعمليات التنفس الخلوي. هاي تقريبا أبرز الوظائف اللي تقوم بها الفيتامينات. ولهنا طبعا تنتهي محاضرة اليوم، أتمنى ما طولت عليكم. راح يبقى عندنا بس باكر إن شاء الله الخميس اللي هو بيه راح نختم الدورة. أتمنى استفادتوا منها، أشكر استماعكم، وإن شاء الله نلتقي غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.